لو انت عندك عرض، انت خلصت الموسم وعملت نتيجه اكتر من رائعه وعملت انجاز في حد ذاته ان اسوان يقعد في الدوري الممتاز رغم الامكانيات، فايه الوارد والطبيعي جدا ان انت حتى ممكن والله تقعد مع مجلس الاداره. انا فعلا جاي لي عروض من احد الانديه الكبار، فانا عايز كمان اعرف مستقبل الفرقه جاي ازاي، الاستعداد للموسم اللي جاي ازاي. فده شيء حتى ما يعبكش انت كمدير فني، انت راجل بروفيشنال بتتكلم بروفيشنال، ما فيش ما يمنع انك تقعد مع مجلس اداره والله انا متمسك بشروط مصريه. خلي بالك وكلامك مظبوط يا كابتن هاني. لا حصل الكلام ده وقعدنا هم الناس بعد ما حققنا الانجاز طبعا، يعني انا مش عايز اتكلم عليه لكن لا انجاز يعني واضح للجميع يعني.